جينا عاوتاني الطويجين معلكم دمعهم يضحب باللاجئين ديالنا اللي جايين من الرباط العاصمه المغربيه. صار واش العائله؟ صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم في هذه اللحظه هذه باقي في الدار باقي الله فقط، دابا في الساعه شي 10 دابا غادي نخرجوا باش نقصيو غادي نبارطاجي معكم البيت ديالي. روينا والله الا روينا. اوكي دابا شويه غادي نخرجوا نقصيو ونبارطاجي معكم وادلاو. بيس ليكم اخواتي. هذه هي الدخله ديال الدار فين كاري، يعني هكي الدخله او الشارع، هذا هو الشارع فين كاري. دونك هانتوما شتو اللعيبات بلانات كاملين ما بارطاجيتش معاكم، خبيت عليكم حتى شي حاجه. هادشي جاتني فكره، قلت غادي نفطر في القهوه ولا شي لعيبه، ولكن اليوم بان ليا غادي نفطر في البحر. ويلي حنا حدانا البحر نفطر في قهوه، كيفاش البلان؟ المهم شرينا اللعيبات باش نفطرو هنا في البحر. اي فوالا احنا سالينا. غتقولوا حنا ماشي شماليين ولا شي حاجه، انت صافي تفيره ديال الشماليين الصاط. حنا راه كاينين في الشمال، اذا خصك تلبس حاجه ديال الشمال. غادي نقصيو شويه عاد غادي ندورو وادلاو ونشوفو وادلاو ونشوفوها كي دايره ونشوفوها كي ولات. يلاه بقاو معنا. باقي دابا يلاه شي 11 ديال الصباح، باقي تشوفوها انتو الكورنيش باقي خاوي شويه، ماشي عامر بزاف. شوف كاين انا بوحدي غنخلقوها ديال بصح، شي الطيور هادو هما ديال دابا نخلقوها معاهم ان شاء الله. دابا هما بدا كيطيحوا صافي. منظر واعر هنا اصاحبي، والله الا واحد البلاصه اللي زوينه ونقرب شي حاجه اللي خياليه هنا. شوفوا معايا ديك الحجره، دابا غادي نمشيو لها. بارطاجي معكم هاد الحجر، هادي زوين في واحد المنظر زوين. جاي سولت على واحد الراجل، قلت ليه بغيت نطلع على هاد الحجره شنو ندير، قلت ليه منين نطلع، قال لي الله يرحم لك الوالدين ما نطلعش من هنا، قال لي خطيره، قال لي بحال هكا راه واحد الراجل طاح من تما وكذا، قال لي الله يرحم لك الوالدين ما نطلعش تما. العالم راه صعيبه بزاف، ما عندكم منين نطلع لها. صعيبه بزاف، قال لك كيطيح منا بنادم بزاف. شوف والكيرا زوينه، راه شي حاجه زوينه، تصور شي صوره من الفوق. دابا عاد راه حسيت بواحد الراحه بزاف،
دباش انا مريح بوحدي الريد بو. الناس كتسكر هنا والله الا عشير شاهي حتى شي واحد الراحه بزاف واحد الله والله حتى شي حاجه اللي زوينه والله هاد الباص هادي هاني يا صاحبي سافر بوحدك وجريه حميد ضيعتي لك احسن جلسه هاي بلاصتك الصاد كانت هاي ولكن المره الجايه ان شاء الله واش اخي والله احسن جلسه والله شي راه كنكلم ورا هابط بزاف ان فوا جيت لوادلاو ارتاحيت وحق الله والله ترتاحيت والله مش كندير لهم اشاره تجيو عندهم راه كيخلصني حتى واحد انا هاك نقول لكم واش والله شاد المدينه هذه بزاف فيها الناس نقيين فيها الجو نقي فيها البحر نقيقي فيها كل شيء نقي الصراحه باش ما نكذبوش عليكم والله الا فيها كل شيء نقي والله انا كتعجبني بزاف الصراحه وحق الله راه هي اللي كنمشي لها تقريبا راه شي هذه السنين هذه وكنمشي لها ها جام بارطاجي معكم هاد البلاصه الزرق كما قلت لكم ديك العشره صعيبه بزاف كنت مشوق نجي نطلع عليها ولكن ما كاينش منين نطلع والله عشان درت المستحيل ولكن راه ما كاينش منين نطلع وعاد زادني واحد الراجل بدا كيرغب فيا ما نطلعش قال الله يرحم لك الوالدين ابني ما نطلعش بحال هكا بلاتي باغي نبارطاجي معكم المهم ديال ديك الناس اللي باغين يجيو فين ياكلوا فين المهم اللعيبات ديالهم راه المهم الديور راه موجودين هنايا راه ما كاينش فوق 200 درهم الديور دابا حاليا راه ما كاين من 150 وانت طالع ولا 130 وانت طالع حسب الطرفين كريتي فهمتيني دونك هادشي اللي كاين وكاين القصه راك عارفين الحوانت راه فين تقصي وداكشي فين تقصي انا نبارطاجي معكم دابا داكشي كامل باش اللي بغى يجي شي واحد ما يوحلش دابا يمكننا نخرجوا باش نبينوا لكم البلايص الزوينين هنايا نصور لكم شي سينيماتي بقاو معنا غادي نصور لكم ديك اللعيبات ديال الماكله فين كدا فين شري هذاك السويق عاد بدا نبارطاجي معكم كل شيء اليوم يلاه غادي نخلي هاد البلاصه دابا والله حتى شي حاجه ارتاحيت بزاف كما كتشوفوا معنا هذا هو الشارع اللي كيكون عامر بالمحلات التجاريه اي حاجه بغيتي هنا كاينه بالنسبه للخبز كنصحكم تشريو من عند هادو كيستحقوا اننا نشريو من عندهم الصراحه كيبقاو من الصباح حتى الليل وما كيخدموا وبالنسبه لهاد الشارع هو ديال الطاكسيات كما كتشوفوا معنا هو كيف ما كتشوفوا معنا الطاكسيات الا بغيتي تمشي شي مدينه واحده اخرى من هنا خاصك تركب حتى الطاكسيات من الجهه الاخرى كاينه الطريق باش تمشي للسوق كما كتشوفوا معنا هذه الطريق باش تمشي للسوق الا بغيتي تقدا اي حاجه كاين بزاف ديال الحوايج انا اللي بغيتي تقداها وهذه هي الدخله ديال السوق كما كتشوفوا معنا هذه هي الدخله السوق جا على اليسار من جهه الطاكسيات كما كتشوفوا معنا كاين كلشي الخضراء تيسير اي حاجه تلقاها هنايا ما كاينش مشكل كلشي غادي تلقاه هنايا الحوت الدجاج كلشي كاين هنايا ما غاديش تلقى شي مشكل في هذا الشيء هذا ما غاديش تلقى مشكل في السوق كاين كلشي داكشي كيقرقر عاوتاني انا عاوتاني الطويجين معلكم دمعهم يضحب باللاجئين ديالنا اللي جايين من الرباط العاصمه المغربيه هذيك الشيء انا مزاوب عاوتاني الطاجين كيقرقر عاوتاني هاهي مضخمه وملحمه هذيك اللي عطى الله واد صيفنا صيفكم هاد العام الله يجينا ويجيكم الكورونا غير هي اللي بغاها ياكلها سخونه الله يحفظك انا مزاوب بالله لا في كنا قبيله راه في كنت ماشي في كنا المهم انا كنجبدكم حتى نتوما زعما في كنا كنجمعكم راه في كنا جيت دابا انا لافا في الاخر ديال القنت الاخر غير كاين واحد الواد هنايا انا هاد الماتيريال ما يمكنش ليا نقطع داكشي علاش يمكن لك حتى دوز تما وشي تما الديور في كاينين لا راهم كيبانوا لكم راه ما الديور حتى تما صافي هادشي اللي كاين وبارطاجيت معكم كلشي فين تاكل كدا فين تشري تقريبا اي حاجه في وادلاو بارطاجيتها معكم داكشي علاش هذا هو اخر نهار كاين في وادلاو تقريبا اي حاجه كاين في وادلاو بارطاجيتها معكم صافي ما بقى حتى شي حاجه وادلاو صغيره بزاف كون كانت عندي الدرون والله نطلع تبان لكم قداش هي صغيره بزاف وترتاح فيها وحق الله فيها واحد الكالم زويون وفيها واحد الهدوء الراحه النفسيه وحق الله انا راه من الصباح انا مريح في هذا الكريسي هذا هو والله الا مريح بقيتو تما وريح هذا اللف على الاخر ديال البحر ما بقى والو بقى هذاك الجبل راه هو دغيا توصل ليه
صافي. انا ما كيعمروش بنادم هنا بزاف لا في كيكون عامر بزاف لا فين بارطاجيت معكم في الاول في البحر في الوسط في كيكون عامر بزايد صافي. دابا يمكن لي نسالي الفلوغ صافي بارطاجيت معكم كل شيء اي حاجه كتخصكم راه بارطاجيتها معكم اي حاجه بغيتو ديروا وادلاو فين تباش وكذا راه كلشي كاين هنايا بلا ما تجيب الماكله معاك ولا شي حاجه كلشي كيتشرى هنا كلشي كاين هنا دونك ما غاديش حنسر هنا الناس ديالهم دراوش بزاف ضريفين داكشي علاش غادي نسالي الفلوغ دابا كنقول لكم تهلاو في راسكم شكرا للناس بزاف اللي كيدعموني واللي كيدعموا قناه باسكال دار فلوغ كنقول لكم شكرا شكرا بزاف اللي كيدعمونا انا وحميد شكرا لكم بزاف نقول لكم ثانكيو فيري ماتش المهم تهلاو في راسكم كنقول لكم شكرا لكم بزاف غدا غادي نمشيو لواحد البلاصه جديده وما غاديش نبقاو هنايا غادي نمشيو بلاصه جديده غادي نبارطاجي معكم حتى هي شي حاجه زوينه بزاف حتى هي شي حاجه واعره غادي نبارطاجيها معكم وصافي دابا غنضرب شي عومه تهلاو في راسكم فيس ليكو